السيسي بيجند الأطفال في سيناء. طبعا ده ينافي القوانين الدولية والقوانين المصرية والدستور المصري انك تستخدم طفل في حرب او في مواجهة. لو احنا بنجند الأطفال عشان يحاربوا الإرهاب في سيناء، الجيش بيعمل ايه؟ الشرطة بتعمل ايه؟ عموما هنشوف تقرير السيسي يجند الأطفال سيناء لمحاربة داعش بما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الطفل. نشوف التقرير ونرجع نستعرض الموضوع سريعا مع بعض. من سنة 2013 والصراع داير بين الجيش المصري وجماعات مسلحة في شمال سيناء، وطول فترة الصراع دي وصلت الأمور لدرجة النزاع المسلح المميت اللي هو نوع من النزاعات اللي مش بتكون دولية، وفي الفترة دي حصل تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان من الجيش والجماعات المسلحة أو سميهم الإرهابيين على السكان المحليين. فبعض الحالات وصلت لحد جرائم الحرب زي القتل بدون سبب قانوني والخطف القسري والاحتجاز التعسفي وحتى الهجمات على المدارس. المواطنين العاديين في سيناء طول فترة الصراع عانوا كمان من نقص الخدمات الأساسية زي الكهرباء والأكل والبنزين والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات. في المقابل استخدم الجيش المصري ميليشيات محلية تابعة ليه من أبناء القبائل مجندهم من زمان، وشايف الجيش إن دي استراتيجية لازم تحصل عشان الأهالي أدرى بالأرض والجبال الوعرة. ما بين سنة 2013 و 2022 جند السيسي واللي معاه مجندين أطفال تقريباً ما يعدوش 12 سنة، ودي لوحدها كده قبل أي كلام بتعتبر جريمة حرب. وكمان استخدم أطفال مجندين تانيين في سن 15 ل 18 سنة في مهام خطيرة ضد تنظيم ولاية سيناء. التنظيم ده عاقب على الأطفال وقتلهم بعد كده، وكان وجه في فيديو سابق الأهالي وقال لهم ابعدوا أطفالكم عن الجيش وإلا وربنا يرحمنا برحمته. للأسف أطفال كتير ماتوا واتصابوا إصابات كبيرة على إيد الجماعات المسلحة. وفي تجربة غريبة تانية، قوات الجيش شاركت طفل مجند في القتال ضد تنظيم ولاية سيناء. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورت تقرير طويل عن الأطفال دي وسجلت مع الطفل محمد موسى زريعي اللي قال جملته المشهورة: كنت خايف، كنت 17 سنة. اتهامات حقوقية للجيش المصري باستخدام أطفال في الحرب على الإرهاب، ده مش كلامي ولكن ده تقرير نشرته عربي 21، نقدر نشوف عنوانهم في الصورة دي. اتهام حقوقي للجيش المصري بتجنيد أطفال للقتال ضد ولاية سيناء بما يتنافى مع المواثيق الدولية ومع القوانين المصرية بالضرورة. ميدل إيست آي بتتهم الجيش المصري بتجنيد أطفال في أعمال تجسس زي ما انتم شايفين كده على العربي بوست. بيقول ميدل إيست آي: اتهامات للجيش المصري بتجنيد أطفال للقتال في سيناء واستخدام آخرين في عمليات تجسس. أما عربي بوست نفسها فبتنقل وبتقول: ولاية سيناء يقتل أطفال متعاونين مع الجيش. ده حسب تقرير بريطاني. ولاية سيناء اللي هي فرع تنظيم داعش في شمال سيناء قتلت بعض الأطفال، وكان من بينهم شاب عنده 17 سنة قتل أمام والده بمشرط وترك رأسه عند معبر السكر الحديد في قريته، وآخرين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء عملهم من بينهم عدة جرحى إثر انطلاق متفجرات. صورة هي قدام حضراتكم لطفل عمره 17 سنة يحمل دانة مدفع، وده تقرير رصده تقرير من مؤسسة سيناء. محمد موسى زريعي يحمل السلاح، والصور دي جاية من فيديو حصري أمام مدرسة العكور الاعتدية المشتركة ولقطات أخرى مفتوحة المصدر. ده طفل اللي قدام حضراتكم، طفل عنده 17 سنة بيشترك في ميليشيات تابعة للقوات المسلحة في سيناء بتحارب ولاية سيناء. إذا كان الجيش يستعين بهؤلاء الأطفال اللي في عمر الطفولة لمحاربة ولاية سيناء، ما هي المهام التي يقوم بها الجنود والضباط الموجودين في الجيش المصري؟ ده سؤال مهم جدا بيطرحه العديد من الوسائل الإعلامية على قيادات الجيش المصري. ده لا يليق بسمعة جيش مصر الكبير ولا يصح أبدا إشراك أطفال. وطبعا الإجرام على الجانب الآخر لقتل طفل لأنه بيشتغل مع الجيش أو بيشتغل بالخطأ، لأن وجوده في المكان ده خطأ كجاسوس أو متعاون أو، ولكن من الجانب التاني أنك تقتله ده برضو إجرام ومدان بكل المواثيق والقوانين والأعراف والشرائع
السماوية، رفقا بالأطفال، رفقا بالأطفال واستخدامهم من الجيش، ورفقا بالأطفال واستخدامهم أو قتلهم من قبل المجرمين اللي بيستحلوا دماء الأطفال.